تعال معلم، تعال 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 تعال. سمعت عن زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لا المملكة الأردنية الهاشمية والملك عبد الله الثاني بن الحسين لتوطيد العلاقات بين البلدين؟ مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى ونو مور ووظفك كمان وجي توكس. اليوم خبر، مع اني انا بحكي عن الوظائف، اني عم بحكي عن التوظيف، اني عم بحكي عن قطر، اني عم بحكي عن الاردن، اني انا اردني، اني مقيم في دولة قطر، فاكيد اكيد اكيد اليوم راح احكي لك عن زيارة امير دولة قطر الامير تميم بن حمد آل ثاني للمملكة الاردنية الهاشمية بدعوة من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. طبعا زيارة أمير قطر ما كانت اليوم، هي كانت قبل يوم أو يومين. زار فيها عمان ضمن جولة لإله على المنطقة لحتى يوطد العلاقات وحتى يتدارس الأمور السياسية اللي عم بتصير في المنطقة والأمور الاقتصادية اللي عم بتصير مع الدول الشقيقة لدولة قطر ومنها دولة الأردن. وما أني أنا بحكي عن الوظيفة والتوظيف، فاليوم أنا بدي أحكي لك إيش اللي صار، الإشي اللي بيفتح النفس اللي بعد زيارة أمير دولة قطر للمملكة الأردنية الهاشمية. وخليني أحكي النتيجة اللي بتهم كثير ناس موجودين في الأردن واللي هي راح تكون في هذا الفيديو، فخلينا نبلش. أكيد سمعت وأكيد بدك تعرف أنت شو النتيجة اللي راح تنعكس عليك كمواطن أردني، خليني أحكي، ممكن أنه تفيده في حياته. هذا الفيديو راح أحكي فيه هدول النقاط وراح أعلن عن إيش الإشي اللي قرأته عن هذا الموضوع، وإن شاء الله أنه يكون فيديو مفيد للكل. فإذا شفت أنه هذا الفيديو مفيد فياريت لو تعمل لايك وتعمل شير عشان كل اللي في الأردن يستفيدوا من هذا الموضوع، وأكيد تعمل سبسكرايب وتعمل إنيبل للنوتيفيكيشن بل. هلا اللي بدي احكي لك اياه انه الخبر اللي نزل قبل كم يوم واللي كلنا قرأناه بيحكي لك انه امير قطر في زيارة رسمية لعمان بدعوة من العاهل الاردني اثر تحسن العلاقات بين البلدين، وهذا اشي كثير 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 انا بكون مبسوط عليه، انه تحسن العلاقات بين الاردن وقطر وكل الدول الشقيقة لا او المجاورة لدولة او دولة المملكة الاردنية الهاشمية. فبيحكي لك حل امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعاصمة الاردنية عمان تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرسمية، وذلك بعد تحسن العلاقات بين البلدين التي سبقتها حركة تبادل السفراء العام الماضي. وكان الفتور قد أصاب العلاقة بين الدوحة وعمان إثر قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقتها مع أو علاقاتها مع قطر في حزيران يونيو 2017، ما أدى آنذاك إلى خفض التمثيل الدبلوماسي للأردن في قطر. تستمر الزيارة الرسمية لمدة يومين اثنين. وفي اخبار عن انه شو اللي صار وفيديوهات عن انه كيف استقبل الملك عبد الله الثاني بن حسين امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وكيف كان في مقدمة الوفد اللي استقبل امير دولة قطر. وبعد هيك الناس تداولت هذا الموضوع، وفي ناس سمت اولادها على اسم امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وتشز انا صراحة اصلا اسم تميم انا بحبه. فنروح شوي فاردر مور، بيحكي لك من النتائج اللي أنا كثير حبيتها لهاي الزيارة، وما حد ينزعج من الصوت الموجود برا لأنه في مشروع زي ما حكيت لكم في فيديوهات تانية وراء الغرفة تبعي، فتك تك 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 تك. anyways، وكالة الأنباء القطرية سمو أمير البلاد المفدى يوجه توفير 10,000 فرصة عمل لأشقاء الأردنيين في دولة قطر، بالإضافة إلى 10,000 الوظيفة التي تم الإعلان عنها سابقا في أغسطس 2018، وفتح مركز في الأردن لتسهيل ذلك وبدعم صندوق التقاعد العسكري الأردني مبلغ 30 مليون دولار، which is صراحة a great points، أو خلينا نحكي great points عم يتم التوجيه لها. أول شيء بيحكي لك غير العشرة آلاف وظيفة اللي تمت قبل واللي وجه أمير دولة قطر بتوفيرها للأردنيين، اليوم عم بيوجه بتوفير 10,000 فرصة عمل أخرى للمواطنين الأشقاء الأردنيين، اللي هو أنا واحد منهم أكيد. وهذا إشي صراحة بفتح أبواب وفرص كثير حلوة للأردنيين في دولة قطر في مختلف الوظائف. واللي حكوا بأشياء سلبية عن المرة الماضية هو تم توظيف أصلا 3,000 وشوي، هلأ بنشوف الرقم، في عام 2019، وراح يكمل عليها 6,000 وشوي في 2020، وراح يتم إضافة لإلها 10,000 وظيفة. والحلو في الموضوع أنه عشان تسهيل وتسريع عملية التوظيف
صار في مركز في الأردن لحتى يسهل هاي العملية ويسرعها واستصدار الفيز وإلى آخره من التسهيلات اللي بيحتاجها الشعب الأردني حتى أنه يحصل على 1 من 10 آلاف وظيفة اللي عم بتزودها دولة قطر في بعد هاي الزيارة اللي صارت. وغير هيك كمان دعم لصندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي which is great. فإحنا بنشكر طبعاً أمير دولة قطر لهذا الموضوع، بنشكر مساعي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتوطيد العلاقات مع الأشقاء. الشغلة الثانية اللي بدي أحكيها الخبر اللي قرأته على وكالة أنباء سرايا عفواً الإخبارية عن طريق الأبليكيشن اللي أنا بستخدمه، واللي يحكي لك الكشف عن تفاصيل 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في دولة قطر، واللي بيحكي لك فيها أنه أعلنت وزارة العمل أن المبادرة القطرية الجديدة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة غير 10 آلاف فرصة الماضية في دولة قطر للأردنيين هي إضافية لعشر آلاف الأولى، والتي تم تشغيل قرابة 4100 منها وتبقى حوالي 5900. وعليه فإن الفرص المتاحة حاليا هي 15900 فرصة عمل للشعب الأردني تحديدا في دولة قطر، واللي حاليا قالت الوزارة أن طريقة الاستفادة من هذه المبادرة ستكون عبر التسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل www.sajil.gov.jo. عشان تكون الأمور واضحة أنا عم بحط هلأ الرابط على السكرين هون، هاي عم بتشوفوه هون، ما راح أحطه هون، لا راح أحط لك هون. واللي هحكي لك يا أضافة الوزارة أن 10 آلاف فرصة عمل الأولى كانت مقسمة إلى 3650 فرصة عمل خلال عام 2019 و6350 فرصة عمل متبقية خلال عام 2020. تسريع وتيرة التشغيل على فرص العمل القطرية تم الاتفاق بين الجانبين القطري والأردني على إنشاء مكتب قطري لإصدار تأشيرات تسهيل الإجراءات في عمان. وحيث قام الجانب القطري الأسبوع الماضي بدراسة الخيارات المتاحة من حيث النموذج والموقع، والمتوقع من المتوقع بدء تشغيل المكتب القطري للتأشيرات والتنسيق قبل نهاية شهر مايو، قبل نهاية شهر 5 من عام 2020. حيث سيكون لهذا المكتب أثر بزيادة وتيرة التشغيل بالإضافة إلى اتفاقيات ثنائية بين الجانبين. هيك انا بكون زفيت لك خبر كثير مرتب مني انا للشانل تبعي، واحد من الكور بروجرامز اللي بتنزل اللي هو كل يوم احد بتنزل وظفك، واللي نو مور اللي بحكي فيه عن دولة قطر اللي بينزل كل يوم ثلاثاء. فانا ديفينتلي لازم احكي لك انه في عندك فرص عمل راح تفتح في دولة قطر، وفي عندك موقع لازم تسجل عليه، وفي عندك مكتب لتسهيل هاي الاجراءات من الجانب القطري في عمان. I think في فرصة كثير مهمة وكثير لازم انك انت تحاول انك انت تستفيد منها لحتى انك انت تقدر تلاقي فرصة تيجي على دولة قطر. اليوم انا بحكي لك اذا انت اردني واذا انت عندك شغل في عمان ما تيجي اليوم على دولة قطر عشان تدور على شغل، استفيد من وجود هاي المنصة واستفيد من وجود هذا المكتب واستفيد من انك انت تحاول تقدم عليه وتدور شو هي الفرص او العشر تلاف فرصة وايش العدد من الفرص اللي انت كموظف او كمواطن او كشخص بده يشتغل ممكن يستفيد منها ويقدر يجي على دولة قطر ويشتغل. بعرف انه الكل عنده حلم سوري انه يشتغل، وهذا اشي غلط، لازم يكون حق انه يشتغل. وبعرف انه الكل عنده هاجس انه يفقد وظيفته او يظل بلا وظيفة، وهذا اشي غلط على الحكومات. فاليوم هي في مساعي اتليست بوادر خلينا احنا نقدر نغتنمها ونقدر انه احنا نستفيد منها كشخص انا بشوف في حالي اني انا شخص قادر على الاستفادة من هاي الفرصة. بتمنى انه هذا الفيديو يكون مفيد، وبتمنى انه الكل يمسك هذا الفيديو وينشره لكل اصدقائه. ما حتخف فرصتك في انك انت تحصل على وظيفة اذا نصيبك تاخدها راح تاخدها. فبليز ارجو ان الكل انه ينشر هذا الفيديو لحتى الكل يقدر يستفيد من هذا الشيء المتاح للشعب الاردني، حتى يقدر العشر تلاف فعليا المخصصين انهم يحصلوا على 10,000 وظيفة، لانه صراحة فرصة حلوة. واذا شايف انه هذا الفيديو مفيد انا متأكد انك انت راح تنزل تعمل لايك وتعمل شير وتعمل سبسكرايب اكيد، وانيبل للنوتيفيكيشن بل لحتى يوصلك كل فيديو جديد، لحتى تقدر تعرف كل الاخبار اللي بتهمك عن الموضوع. وتوتة خلصت الحدوتة وسلام.